What's the matter؟ هنا لدينا بعض الحالات المرضية التي تتواجد هنا بصورة مختلفة، لكل حالة مرضية لها اسمها الخاص. في البداية عندما نقوم بتسجيل أو الإصغاء إلى التسجيل الصوتي، سنحاول أن نجد في كل صورة بحسب الترتيب اسمها الصحيح. سأحاول الآن أقرأ لكم هذه المفردات ومعرفتها من خلال الصورة التي تعبر عنها. Number one، هنا لدينا A broken arm. A broken arm. A broken arm. أي ذراع أو كسر في الذراع. بما أنه هنا لدينا في مع مفردة A broken أي مكسور أو كسر، لدينا معه كلمة arm، إذن الكسر هنا في جزء الذراع. 2، هنا لدينا a calf. A calf. A calf. أي سعال. 3، a headache. A headache. A headache. Head أي رأس، وأضيفت له كلمة ek ek التي تنتهي بهذا الشكل أك. A headache أي وجع رأس أو صداع. 4، A temperature. A temperature. هنا لدينا ما يعني ارتفاع درجات الحرارة. A temperature. A temperature. 5، الوجع هنا في الجزء الذي تلمسه وهو في الفك. الفك أي في السن، إذن لديها وجع في السن، فنقول هنا كلمة توث ونضع لها كلمة أك، إذن نقول التوثك. التوثك. Number 6، الجزء الذي يلمسه هنا هو جزء ستومك أي المعدة، فنقول استومك اك. استومك اك. استومك اك. هنا الوجع خاص في منطقة البلعوم، أي هناك احتقان في البلعوم، فنقول السور ثروت. السور ثروت. السور ثروت. أي ألم أو وجع أو احتقان في منطقة ثروت وهي البلعوم. ثروت. هنا حالة غثيان، شعور بالغثيان، فنقول عنه feel sick، يشعر بالغثيان. ولدينا number 9، هنا نزلة برد أي بمعنى الإصابة بنزلة برد، فنقول معها a cold. A cold. وأخيرا هنا الطفح الجلدي، ما يخص الأمراض الجلدية، الطفح الجلدي، نقول عنه a rash. A rash.